وعدكم من أول برنامج أنه رح أعلن الآن عن الفائزين بأسبوع المكافآت اللي إحنا أطلقناه من الأحد إلى الخميس وتم تمديده للجمعة مناسبة الـ 15 سنة من الحلم. اللي كان عنا الرابحين حنعرفهم هلأ من خلال تفاصيل جوائزهم، ولا تنسوا لسه بإمكانكم كمان تعرفوا أسماء الرابحين عبر تطبيق الحلم أو عبر موقع الحلم الرسمي على mbc.net/dream. رابحوا جوائز أسبوع مكافآت الموسم 15 من الحلم. الأحد محمد أحمد خليل من العراق ربح 10,000 دولار. الاثنين بيان حاتم البشر من السعودية ربح 15,000 دولار. الثلاثاء علي مصطفى علي من مصر ربح 15,000 دولار. الأربعاء عبدو عوض الديب من مصر ربح 20,000 دولار. الخميس خالد غنيم حسن من الإمارات ربح 25,000 دولار. الخميس كمان شرقي الراهي من المغرب ربح 100,000 درهم مغربي بالمغرب 100,000. الخميس كمان صلاح نوري من العراق شو ربح؟ ربح 15 مليون دينار عراقي. الجمعة عبد اللطيف سالح عبد القادر من مصر ربح 10,000 دولار. طبعا 1,000,000,000,000,000,000,000 مبروك لكل اللي ربحوا معنا في أسبوع المفاجآت. أنا والله بصراحة فكرتهم بس 5 طلعوا أكثر. ولا تنسوا مفاجآت الحلم ما خلصت. الخميس 30 سبتمبر يعني بعد 11 يوم راح نسحب 250,000 دولار. ممكن تكون من نصيبك انت، لا لانك انت لسه ما بعت كلمه حلم او دريم او غير الارقام اللي طالعه على الشاشه. امسك الموبايل وابعت وشاركوا بالسحب وان شاء الله بتكونوا من الفائزين.